بعد الشر عليك، ان شاء الله حطيب وتقوم تبقى زي الفل. عاد هيقوم ويبقى لطيف وظريف عشان يحضر الفرح، مش كده؟ وانت يا ست جبريه هتروحي بيتك بقى تقعدي معززه مكرمه وتصلي لك ركعتين، يمكن ربنا يكرمك بحج ولا بعمره. انا وانت ان شاء الله. قول يا رب. بقول يا رب، وانا ليا غيره. بيعجبني قوي ايمانك. وانت مش عاجبني خالص، عامل زي الدبور عمال تزن على الفاضي. طب نقي كلامك بقى، عشان انا لو زعلت هتحصل حاجات مش كويسه خالص. ازعل واغضب ووريني هتعمل ايه اما تزعل. بالك انت يا مهدي. مهدي باشا يا جبريه. ها؟ لا، عنديش انا لا بيه ولا باشا دي. ليه يا مهدي؟ عشان كل الناس مهما كبرت قدامي بشوفها صغيرة قد كده. فوتك بخير يا عمدة. بركة انه طيب وبخير. ابقى اسألي. عايزة اتكلم معاك. عايزة ايه؟ انا عارفة كويس قوي اني مش فارقة معاك خالص جوازك من لبنى. كل اللي انت عاوز تعمله ان انت تكسر وتهده. ابعد عن لبنى احسن لك. وبعد ما اعمل كده؟ انا تحت امرك. بس انا عمري ما فكرت فيكي ولا لفتي نظري ابدا. وبعدين عيب قوي اللي انت بتعمليه ده. عايزه تاخديني من خطيبتي عشان اتجوزك انت؟ خطيبتي دي تبقى مين؟ بنت اخوكي؟ انت عارفه الناس لو عرفت اللي انت بتقوليه ده هيقولوا عليكي ايه؟ عيب قوي. عيب قوي اللي انت بتقوليه ده. انت بتغيري من لبنى ريم ولا ايه؟ غيرت اللي انت بتتكلم عنها. بيسلمي لي على عروسه.